إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. سمعت مؤخرا بواحد النظام سميتو سي بي يو، نظام المساهمة المهنية. فهذا النظام هو عبارة عن مبادرة ذات بعد اجتماعي خاص بالتجار والحرفيين والمهنيين وكذلك الصناع والفلاحين للاستفادة من التغطية الصحية، أي التغطية عن المرض. وهذا النظام لا يقتصر فقط على التأمين على المرض، بل التعويضات العائلية والتقاعد وكذلك التعويض عن فقدان الشغل، أي الاستفادة من جميع امتيازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس. هذا النظام الجديد يأتي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، جاء لتعويض نظام الربح الجزافي المعمول به سابقا، أي فورفيتير كما يصطلح عليه سابقا. هذا النظام سيجمع مجموعة من الضرائب في ضريبة واحدة وهي سي بي يو، المساهمة المهنية الموحدة. غنفسر لكم كيفاش. كالحرفي سابقا تخلص الضريبة على الدخل، ثم الضريبة على الضريبة المهنية، وكذلك رسوم الخدمات الاجتماعية. اليوم بفضل هذا النظام سي بي يو الحرفي غادي يخلص ضريبة واحدة ويستفد من التعويض عن فقدان الشغل والتعويض عن التقاعد وكذلك فلوس الدراري، التعويضات العائلية وكذلك التغطية الصحية. السؤال الذي يطرح، كيف ستتم هذه المساهمة من أجل الاستفادة من هذه الامتيازات؟ هذا النظام هدفه تبسيط المساطر والتصريح بالضريبة إلكترونيا من موقع وزارة المالية والاقتصاد، والموقع هو www.tax.gov.ma، غنخليه لكم في صندوق الوصف. كما قلت سابقا، هذه الضرائب كلها سيتم دمجها تحت اسم نظام المساهمة المهنية الموحدة، وغضاف عليهم المبلغ التكميلي للتغطية الصحية الذي سيستفيد منه المهني وأسرته. بالنسبة لقيمة الضريبة والمبلغ التكميلي للتغطية الصحية، سيتم تحديده بناء على رقم المعاملات السنوية للمهني، أي المهني غيحدوا لي هذا المبلغ انطلاقا من مجموع المعاملات اللي ديكلارا بها في السنة. كنتمنى أن هذه المعلومات تنال إعجاب ديالكم. نقطة مهمة، هناك بعض الحرفيين اللي احتجوا واعترضوا على هذا النظام، فأنا تنقول لهم واحد المثال معروف، خدم أصغري الكبري. تتبان لك المساهمة دابا، ولكن فمن بعد ما غتكبر وتعيا فأنت غتحتاج واحد التقاعد، واحد التغطية الصحية، وهنا غتعرف الفائدة ديال هذا النظام وهذه المبادرة. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أم بغيف، المرجو المشاركة والضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم وإلى اللقاء.